يقول: وما نصيحة فضيلتكم لمن يفسد بين الناس ويسعى بنقل الإشاعات الكاذبة للإفساد بينهم؟ نصيحتنا له أن يتقي الله، أن يتقي الله سبحانه، وأن يترك هذه القفلة الذميمة وهي الإيقاع بين الناس وإفشاء البغضة بينهم. نعم، المطلوب الإصلاح، إذا رأيت خللا فإنك تصلحه بالنصيحة والتذكير والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تستغل الأخطاء لأجل تنفير من المخطئين بدون أن تنصحهم وتبين لهم وترشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فالمسلم يسعى بالإصلاح ولا يسعى بالفرقة، تحريش بين الناس. نعم.